طبعا قادرين نعملها. اهلا وسهلا استاذ محمود، اهلا سعد نور، الشرف، ربنا كان منورك بالك دايما كتير بعد عننا خالص. طبعا، منور بوجودك طبعا. حبيبي يا حبيبي، اهلا وسهلا استاذ اسماعيل، اهلا وسهلا، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ كله الحمد لله تمام، رب الحمد لله على العالمين. السلامه. كنت الله اتمنى ان انت سمعنا كده. سمعت اهو. طبعا معانا استاذ محمود شاكر والاستاذ اسماء اللي هم الشركاء معانا في البرنامج. بس عايز اوضح بس نقطه مهمه جدا في الاول، ان استاذ محمود جه او ما جاش كده كده البرنامج بتاعه، فهو اللي بيبعت الاخبار وهو اللي بيبعت الصور وهو اللي بيبعت مع المعد وهو اللي بيتابع كل حاجه حتى لو مش موجود. بس وعايزينه بقى هو يقول لكم الكلام ده. احنا شغالين بوجودك طبعا استاذ حبيبي، احمد. ربنا يخليك. خلال الفتره اللي فاتت شهر وشهرين قدر الراجل انه يوصل صوتكم، وقدر انه يفتح ملفات تخص وتهم عدد كبير جدا وشريحه كبيره من المصريين خارج مصر. طبعا احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نكمل مسيره ان شاء الله تعالى، وخليكم على النهايه النهارده في موضوعات كويسه جدا ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك. عملت ايه في لبنان بقى؟ والله البركه في حضرتك ووجودك معانا، بصراحه كان ليك دور كبير جدا معانا في طبعا فريق هناك. عمل يعني، والحمد لله احنا قدرنا نوصل لجزء كبير قوي من حل اللغز القضيه بتاعه المتهم من مصر هناك، وان شاء الله باذن الله في تطورات كويسه، واحنا اطلعنا على يعني اشياء كتير خاصه بالقضيه. وسياده المستشار انا وهو رحنا من يومين قابلنا رئيس الهيئه الاتهاميه اللي هو المفروض انه هو اللي هيحيل المواطن المصري عطيه مصطفى للمحكمه بالاتهامات الموجهه اليه. طبعا معظمها يعني مش يعني سياده المستشار بقى هيقول رايه، لان هي طبعا ليها. طب ما تعرفينا سريعا كده عشان اللي ما كانش متابع، مين هو عطيه؟ عطيه مصطفى ده مواطن مصري عايش في لبنان من اكتر من 10 سنوات. كان الفترة الأخيرة من يعني 5 سنين أو 6 سنين تقريبا بيشتغل ناطور أو حارس في عمارة أو عقار في لبنان. في أحد سكان العمارة اتقتل، وطبعا عطية هو اللي كان حارس على العقار نفسه، كان بيشتغل مع يعني مجني عليه بيساعده في البيت بيديله العلاج كده. فالمهم الراجل يعني الله يرحمه توفى، وللأسف لأنهم يعني عطية هو اللي معاه المفتاح وهو اللي كان بيدخل يظبط له الدنيا وكده، اتهموه هو بالقتل. يعني الملابسات بقى والقصص دي كلها مع سيادة المستشار باختصار. هو اللي كان بلغ، فطبعا أول واحد شك فيه هو اللي معاه مفتاح، نسخة من المفتاح. طب سيادة الشرح مدى هو الفكرة دلوقتي ليه ما يكونش هناك آلية معينة أو قانون معين؟ طب معانا أستاذ عرف على الهواء عشان الراجل ده تعب جدا من قبل ما احنا حتى ننضم عليه. يعني احنا شفنا عم عرفة عن قرب وقابلناه وما كناش عارفين كم مجهود اللي هو بيعمله. لما روحنا تقريبا انا روحت مرتين، شفت قد ايه عم عرفة شايل هم الدنيا هناك، وهو شخص محترم جدا ومحبوب جدا من الجالية. اهلا وسهلا عم عرفة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الاستاذ احمد ربنا يبارك فيك. زي ما عليك، عامل ايه حبيبي؟ والله احنا والله الناس كلها هنا مبسوطه لك، ربنا يبارك فيك ويزيدك كده ربنا يوسع عليك يا عم، تبقى وزير ان شاء الله. ربنا يوسع عليك. لا لا لا، مش عايزين كده تحبسنا كده يا عم عرف. حبيبي بنسلم على الاستاذ اسماء وبنشكرها على التعب اللي هي تعبته معانا. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا رب العالمين ويفك كربك. اللهم امين. اشكرك يا رب، وان شاء الله تعالى نسمع اخبار كويسه عن عطيه. نفسنا نشوفك والله يا استاذ. وعلى فكره زعل جدا ان انت ما سافرتش يا رب، وان شاء الله تعالى نسمع اخبار كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. حبيبي ربنا يبارك فيكم يا رب ويزيدكم يا رب ويصلح حالكم. ربنا يديك الصحه يا عم عرف. بجد بقى انا عايزه اكلمك كلمتين بس محمد هنا، واكلمك كلمتين. اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ تمام والله يا سياده المستشار. وحشني، كنت تعبك انا معايا يا محمد. لا والله تعبك راسه يا سياده المستشار، انت عارف ان انت عزيز على قلبنا. انت ربنا يديك الصحه يا رب العالمين. وانت تعرف ان انت كاننا بنعرفك من سنين والله يا سياده المستشار. والله انا شرف ليا ان انا واقف معاك وعرفتك يا محمد، اقسم بالله. والله انت احنا اكتر يا سياده المستشار والله. يا رب فك الكرب باذن الله ان شاء الله. خلاص والله كمان. الله يصلح حالك. سلام ليك وسلام الكل عندك، وطبعا لما تقابل عطيه تاني قول له احنا كلنا وراه ومعاه ومش هنسيبه، واحنا شرف لينا ان احنا واقفين مع عطيه على الكلام اللي احنا سمعناه هناك وهنا عن عطيه وعنكم. ان شاء الله باذن الله ربنا يزرع الحق ويفك الكرب باذن الله في اسرع وقت ممكن باذن الله. محمد الله يصلح حالك يا سياده المستشار، وبارك لنا في الاستاذه اسماء، وسلام للاستاذ محمود الله يبارك لك. اشكرك جدا. شكرا طبعا. يعني ده اللي يدل ان في متابعه كويسه جدا
المشار احمد بدوي في قضيه تخص مصري بلبنان. القضيه طبعا مش سهله شكرا يا محمد، قضيه منتظره حكم بسيط، عشان كده الراجل اتحرك وبدا يشوف الاجراءات الرسميه والاجراءات المتبعه بلبنان، وان شاء الله تعالى نوفيكم الحالات الجايه ان شاء الله عن اخر تطورات القضيه المصري عطيه بدوله لبنان. بص محمود، هو اللي حصل معانا بصراحه ان احنا رحنا على اساس ان احنا المفروض بناخد تصريح من نقابه محامين بيروت، تمام، على اساس يبقى وضعنا القانوني سليم. صحيح. بس سبحان الله قعدنا، يمكن انا مش عايز اروح. يا استاذه زحمه جدا، يا استاذه النهارده تنصيب النقيب، يا استاذه النقيب المحامين طبعا النقيب مع النقيب سامع عاشور كان منزل تهنئه لتنصيب النقيب ملحم. بس يا استاذه هيبقى صعب جدا النهارده، اصر بصراحه. هل التعاون من الجانب اللبناني؟ لا لا لا، انا شفت حاجه اكبر من التعاون بكتير. شفت احترام وادب وحب المصريين على عكس اللي بيتقال لنا تماما، تمام. شفت نقيب محامين على درجه رئيس وزراء، تمام، بيسيب التنصيب وبيخرج من الاحتفال بيجي يسلم عليك لمجرد انك مصر. بس اقسم بالله هذا حصل، استاذ اسماء كانت حاضره ده تقريبا. طبعا ده شيء كويس جدا، ان ده اللي يدل عن المصري خارج دولتنا مصر ليه وزنه وليه قيمته الكبيره. وطبعا بوجه من خلال الشكر لسياده النقيب محامين بدوله لبنان على وقفتهم عن الاستاذ مشار احمد والاستاذه اسماء. بس خلينا اسالك استاذ احمد، يعني ما المتوقع في قضيه المصري عطيه المتواجد بلبنان؟ استاذ محمود، انا سالت اسئله كثير جدا، هل عطيه بريء؟ عطيه بريء، يعني القاعده القانونيه بتقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فانا ما اقدرش اقول عطيه عامل حاجه. في ملابسات بقى، مين عطيه؟ شخص اخلاقه ايه؟ وضعه ايه؟ ايه اللي مكتوب في الورق؟ ايه الاتهامات اللي ثابته عليه وعشان كده بينزلوه محكمه؟ كل ده. طب احنا لو خرجنا بره. طب انا استاذنك معلش عشان ما اطولش عليه، معانا استاذ محمد من ليبيا. اهلا وسهلا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حال حضرتك يا فندم؟ والله في نعمه الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ اللي معانا. طمنا على الجاليه عندك يا استاذ محمد في ليبيا، اخبار الدنيا ايه عندك؟ والله الحمد لله، يعني اللي يجيبه ربنا الحمد لله على كل حال. ربنا يستر عليك وان شاء الله باذن الله. يعني الجميع يعني. تفضل يا استاذ محمد، معاك تفضل. استاذ اسماء ازي حالك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين تمام. اخبارك ايه؟ شكرا ليك وعلى وقفتك يعني مع المصريين كلهم يعني في الخارج، خاصه احنا في دولتي يعني. ربنا يخليك استاذ محمد، كلكم اخواتنا وكلنا يعني مع بعض في يعني. الله يبارك فيك. نفس المشاكل والله، نفس المشاكل. اتفضل استاذ محمد، معاك اتفضل. احنا طبعا في دوله ليبيا الوضع لا يخفى على الجميع، ويعني عندنا بعض المشاكل بتواجهنا، زي مثلا عندي وصلنا لسن 30 سنه وعايز نجدد جوازي بتاعي، وعايز نفك مشكلتي مع التجنيد. تمام. ايه الخطوات؟ ويا ريت خطوات سهله يعني. طبعا مفيش سفاره في ليبيا يا استاذ محمد، صح؟ لا، هي في راس جدير. احنا لما كنا نتكلم يقولوا لنا تمشوا لراس جدير، راس جدير طبعا حدود التونسيه الليبيه. ده مكتب بالزبط. مكتب للسفاره يعني. انت بتطلب مثلا بمد لجنه تختص بشؤون التجنيد والبطايق زي كده، بس انت المشكله في عندك ان في حروب اهليه داخل المنطقه عندك، فده طبعا مما ادى لتجميد نشاط القنصليه هناك يعني. طب ايه الاجراء اللي ممكن يتعمل يا استاذ اسماء؟ هو في اجراء بديل يعني، هو ممكن بيروح يعني في ليبيا عنده، فبيروح للمحرر العقود بيعمل توكيل لحد قريب من الدرجه الاولى. تمام يا استاذ محمد، بتعمل توكيل لوالدك او لاخوك. وطبعا طب استاذ محمد احنا معاك عشان في مكالمات عندي كتير معاك، واسمعنا اتفضل يا استاذ. قريب حضرتك او والدك بيجي على التجنيد الاداره العامه للتجنيد في حلمية الزيتون، وبيقدم طلب استثناء. تمام. وبيعمل لك الاجراءات الخاصه بالاجراء دوت. وشوف كلم، حاول تتواصل مع المكتب في راس الجدير اذا كان في امكانيه تدفع ال 588 دولار يبقى كويس جدا. وهم طيب معانا استاذ جمال من القاهره. اتفضل استاذ جمال. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سعاده المستشار؟ الف مبروك. طيب نعم الحمد لله رب العالمين. اخبار حضرتك؟ ومبروك على المنصب اللي حضرتك فيه، ربنا يجعلنا قده. بس الاستاذ محمود شكل والاستاذه اسماء، الله يخليك الله يبارك لك. وطبعا يعني انا ليا في شويه مشاكل عندي، فيعني يا ريت حضرتك بس
تساعد صدرك بيهم، او يعني نيجي البرنامج ونوري حضرتك الاوراق والمستندات. اتفضل سريعا معاك. امرك طب استاذنك تسيب الرقم في الكنترول يا عم جمال، وهنخلص ونكلم حضرتك. طيب ماشي حاضر. ماشي فنفضل. شكرا. خليني ارجع لك كده استاذ مشوار احمد. انا بتكلم، هنرجع للي كنا بنتكلم عليه اللي هي الجزئيه. يعني انا النهارده بتتكلم على لبنان، مصري بلبنان عنده مشكله في القضيه. رحت ليه؟ لا مش رحت ليه، لا ثواني بس، ثواني خلينا في الابعد على آلية معينه. لا خلينا في الابعد من ده، عنده حاجة لان معينة. انا النهارده لقيت تقريبا رسائل كتير جدا، الحمد لله مش على صفحتي يعني. بس ان في ناس مستشارين بالتاجر بالمصريين في مين؟ ازاي يعني مين احنا؟ لا بس وهنتاجر بايه؟ يعني هنتاجر ليه؟ طب احنا بنوصل صوتكم، يعني ايه باب التجاره يعني؟ يعني في حاجه حضرتك كنت بتعملها وانا بعملها؟ لا اله الا الله. بس انت كنت بتعملها مثلا من غير فلوس وانا بعملها بفلوس؟ انت امشي في طريقك وسيب. معانا استاذ محمود المصري من لبنان، اتفضل استاذ محمود. استاذ محمود الشاعر. السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمود؟ عامل ايه؟ اهلا استاذ محمود. ازيك يا احمد بيه؟ عامل ايه؟ والله في نعمه الحمد لله رب العالمين. والاستاذه اسماء عامله ايه؟ اهلا اهلا. هي ترد على حضرتك الحمد لله تمام. شعر جميل محمود المصري. تحياتي الاستاذ محمود شكل حبيبي. انا محمود، انا سامع ان انت ما شاء الله عليك شاعر وليك قصايد شعر وكده عن العميد بكاري. فتن عليك يا محمود. خش علينا بالقصيده على طول. اخش بالقصيده على طول. على طول معاك. خش بالقصيده على طول. قصيده الغربه ولا قصيده مصر؟ انا مصر. تفضل يا استاذ محمود. ميش. انا العصفورة لا في قفص ولا في يد صياد، انا ملء الدنيا، انا كل الدنيا، انا سيف الحق مدافعة عن الاوطان، أنا كلمة من الله سماني مصر ابن نوح عليه السلام. الصوت بيقطع تقريبا ولا؟ طب أستاذ محمود أنا شايف ما شاء الله. أقول لك على حاجة كويسة، إيه رأيك تعملها لنا مقطع فيديو السلام. ونبدأ نزحالك ونزحالك برضو في البرنامج لو طبعًا عملت لنا كده مقطع طبعًا. بصورتك طبعا الجميلة أستاذ محمود. خلينا نزحالك يعني. خلينا نستغل إن أنت معانا على الهوا، وانت طبعا يعني لفتت نظر لنقطه مهمه جدا. انا طبعا في الحلقه اللي فاتت قلت السفير وائل السيسي، وطبعا مش سفير وائل السيسي، هو معالي القنصل العام تمام. وحضرتك وجهت لي يعني ان لا هو مش سفير، السفير اتنقل مشي، والاول مره في حياتي حتى انا قلتها لك كده يعني على سجيتي، قلت لك انا اول مره اشوف حد بيمشي من مكانه وبتشكر، بتقال عليه كويس وبتقال عليه عامل انجازات و و و و. كلمنا بقى عن التطور اللي حصل في السفاره المصريه في لبنان او في بيروت بالادق. بس اتفضل استاذ محمود قول لي ايه اللي حصل يعني. طب انا بكلم استاذ محمود، اكلم استاذ فرج. ماشي معانا استاذ فرج، اتفضل استاذ فرج. اهلا اتفضل استاذ فرج معاك، يا ريت اللي يدخل معانا مداخله يتفضل على طول مباشره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ فرج. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ فرج. اهلا بحضرتك. مشرفين ومنورين والله سعادتك. ربنا يخليك. طبعا انت حضرتك عارفني. اهلا فرج الله رضوان، فرج اللي هو بتاع السعوديه اللي كلمتك عن مشكله شركه المبطي اللي هي واخده مستحقاتنا وشايفين في المحكمه ومعانا احكام قانونيه وفي التنفيذ، ولحد وقتنا هذا ما فيش حد بيتدخل. وكلمت حضرتك قبل كده وارسلت لك صور الصكوك اللي واخدينها من المحكمه، ولحد دلوقتي ما فيش حد متواصل معانا. تواصلنا مع السفاره وتواصلنا مع جميع الجهات القانونيه وبعثت لك صوره السفر. فاحنا يا ريت انت والمستشار واخوانك تشوفوا لنا حل في الموضوع. كم مصري معاك في فرق؟ كم مصري معاك في نفس القضيه؟ والله هم عدد قليل يا استاذ محمود. كم؟ احنا في منطقه واحده، منطقه الاحساء، اكثر من 500 فرد. 500؟ شركه ايه معلش يا استاذ فرج؟ اكثر من 500، اكثر من 500 فرد في محكمه واحده. شركه ايه اسمها؟ شركه ايه؟ اسمها شركه المبطي للمقاولات. مقاولات. يعني طب انتوا قدمتوا على طلبات تنفيذ يا عم فرج ولا لا؟ احنا
حاليا معانا احكام تنفيذيه وفي محكمه التنفيذ. هل الاحكام اللي معاك احكام نهائيه ولا لسه في درجات تاني؟ نعم. الاحكام اللي معاك احكام نهائيه ولا لسه في درجات قضائيه تاني؟ احكام نهائيه وفي محكمه التنفيذ. رحنا اشتكينا حضرتك في مكتب العمل. يعني طلع لك امر تنفيذ يا عم فارق صح؟ امر تنفيذ يا مستشار. طيب هم فين يعني اصحاب الشركه دول فين؟ موجودين في السعوديه ولا غادروا ولا موجودين حضرتك؟ واحنا عملنا عليهم في بعض اخواننا هنا مش برضه مش مقصرين يعني اخواننا السعوديين عملوا لنا عليهم امر حرب. تمام. خلصوا بعض الناس وجايبين ناس عندهم في الشركه اصلا، خلينا الشركه خلاص خربت نهائيا والمكاتب فاضيه. طيب. استاذنك عم فرج ابعت لي صوره الاوامر بتاع التنفيذ وصوره الصكوك على استاذ محمود حتى، وانا هاخدها واتواصل مع حضرتك واقول لحضرتك نعمل ايه بالظبط عشان نخلص بسرعه في موضوع التنفيذ. طبعا شكرا. ده نداء عاجل جدا للسيد السفير بالمملكه العربيه السعوديه. هناك 500 فرد مصري بمنطقه الاحساء معاهم احكام تنفيذيه. طبعا الناس دي متوقفه عن العمل دي لفتره طويله جدا مع احكام تنفيذ، وانت تعلم سيد السفير المصري اللي بيتعطل عن شغله بيقعد شهر واثنين وثلاثه لوحده، فده طبعا مشكله كبيره جدا. الناس حصلت على احكام تنفيذ، اتمنى من خلال صوتنا يوصل لك وتحرك المشار القانوني معاك او المشار العمالي بحيث انه يبدا في تنفيذ الاحكام دي، لان لما اتكلم عن 500 مصري نفس الموضوع برضه مصريه يعني. لشركه المراسيم خد بالك، لا شركة ايه اسمها الشركة اللي هم بتوع استاذ احمد عبد المنعم والمجموعة اللي معاه السعودية اللي هي في السعودية برضه 250 عائلة دول. تمام. فالورق ده بس يجيلنا وحد فينا يتولى التنسيق بشأنه. انا معايا تاني استاذ محمود. انا استاذ محمود اتفضل. ماشي يا احمد ديان. الزام عليكم يا ريس. عامل ايه؟ هكلمك باختصار عن المشاكل، مشاكل المصريين في لبنان. تمام. هي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه غالبية المصريين هنا الشركات الوهمية، شركات جلب العمالة من مصر. وفي الوسط الوسيط المصري او السمسار اللي هو بيقنع العامل المصري في مصر ان لبنان هي الجنة الموعودة. بيدفع له 100,000 جنيه عقد عمل او فيزا، وبيجي الراجل بيلاقي شركة وهمية. هي طبعا المشكلة دي استاذ محمود، هي المشكلة دي خصت اكتر ثواني بس عشان احنا اتكلمنا في نفس الموضوع ده كتير جدا يعني. اتكلمنا في نفس الموضوع وكان حد تقريبا من المسؤولين اللبنانيين موجود معنا في القعدة وقال حضرتك اهو المصري بدأ من عنده حصل. بس احنا بنعمل توعية على قد ما نقدر ونقول للناس يا جدعان ما فيش حاجة اسمها تأشيرة حرة، يا جدعان ما فيش حاجه اسمها تاشيره امير، يا جدعان ما فيش حاجه اسمها تاشيره روح اشتغل في اي حته وانا مش هاخد منك حاجه، انت بتتاجر بيك وبتلم فلوسك الله اعلم بتجيبها ازاي. تمام. عايزين عليكم دور للتوعيه كبير جدا، واحنا علينا دور للتوعيه كبير جدا، مش هنستثني احد. ولكن برضو يعني المفترض فيكم ان انتوا عارفين اسامي السماسره دي يا عم محمود كويس جدا، ابعتها لنا لو انت مش عايز تصدر نفسك، وانا اقسم بالله هبلغ عنهم على الهوا، لان كده بيتاجروا باولادنا واخواتنا، واحنا شفنا الوضع اللي الناس دي قاعده فيه هناك، وضع لا يعني لا يرضي يمين ولا يرضي شمال. بس كلمنا عن انجازات السفير نزيه النجاري، عشان انت الشخص ده كان اول مره في حياتي اشوف حد مشي وبتشكر فيه. حقيقي سيادة السفير نزيه النجاري جه كان في مشكله كبيره بتواجه العمال المصريين هنا، كانت مشكله الضمان الاجتماعي، وهو موجود بقانون العمل اللبناني انه يدفع الاجنبي ولا يستفيد. جه سياده السفير حل المشكله وطلع كتير ناس ما عادش تدفع، ما بقاش يدفع بس اللي هو مسجل بالصندوق، وحتى هو يعني في اليه اتخذت في الموضوع ده، السفاره يعني تعتبر حلت الموضوع ده بشكل تام، بس الوقت الحالي ما يقدرش حد يتكلم فيها خاصه عشان المظاهرات اللي موجوده في لبنان والوضع في لبنان الاقتصادي سيء. وبعدين كان المصري كان بيشتغل في اربع خمس مهن العامل المصري. طيب لا انا عايز باختصار يا محمود عشان انا عندي تقريبا بره في الكنترول عمال يقول لي في مداخلات كتير جدا. طبعا هو تقريبا وانا طبعا انا اتشرفت بيك فما اقدرش اقطع عليك. فسياده السفير فتح المهن واصبح العامل المصري يقدر يشتغل في المهنه اللي هو بيفتعلها بالفعل. طبعا اختصر كده وانت اكد على كلامي.
انت قلت لي ان السفير نزيه خلى اللي كفيله بيتوفى كان الاول مهدد بالابعاد وما ينفعش ينقل على حد ثاني، اعتقد انه حل. ايوه كان في شركات عندكم وهميه بتستغل المصريين وبتاخد عليهم فلوس وبتاع، الراجل منع الكلام ده خالص. كان عندكم مشاكل تانية خاصة بتصريح العمل ان انتم ما كنتوش تقدروا تشتغلوا في اي مهنة وخلاص، وكان لكم مهن متدنية شوية، الراجل لا فتح ده وخلاكم تقدر تشتغل بياع او تشتغل في اماكن كويسة وعمل لكم السماح بده، وده كله كان بيقوم بيه على مسؤوليته الشخصية. يعني الراجل شاطر جدا، ده اللي انا سمعته منكم، راجل محترم جدا، راجل ما ادخرش اي مجهود، واعتقد انه كان بيقول للناس انا نفسي اتنقل عشان اريح يعني. شكرا استاذ محمود، وان شاء الله تواصل معنا تاني. معانا استاذ عادل علي من مصر، عنده مشكله تقريبا بخصوص شقيقه. اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا وسهلا بيك استاذ محمود. اهلا استاذ عادل، اتفضل معاك. الحمد لله تمام. في مشكله عندي عند اخويا، وكلمت الاستاذ محمود من حوالي مثلا سنه او اكتر من سنه، اللي هو اختفى بالعربيه من السعوديه، وقدامنا فتره نبعت للخارجيه والقنصليه، قالوا له هو محتجز بس لدى جهه امنيه، فبعتوا للخارجيه السعوديه علشان يعرفوا ايه سبب تهمته، وما فيش اي رد ولا في اسمه. أي ايه فوق. اسمه ايه يا استاذ عادل؟ احمد علي محمد علي. احمد علي محمد علي؟ اه. كان شغال في اي مدينه في السعوديه؟ في الرياض. ليه سنه مختفي؟ يعني الخارجيه قالت اللي هو محتجز لذا جهه امنيه، بس ما فيش اي ورق ولا اي اثبات ولا اي تهمه اللي نعرفه هو محتجز عشان ايه ولا اي حاجه خالص. خلال السنه دي ما فيش اي تواصل نهائيا من طرفه يعني؟ ده خلال سنتين. لا، كل ما نتواصل بالخارجيه تقول لسه ما يعرفوش ايه السبب او حاجه زي كده. وطبعا هو متجوز، عنده اربع اطفال. ربنا يخليهم. عنده اربع اطفال، ووالدته تعبانه بسبب تغيبه جدا خالص، ومش عارفين نوصل. طبعا بص يا استاذ عادل، هو في فرق بين التغيب وفي فرق بين موضوع ان حد محتجز عشان عنده قضيه. هو طبعا كده مش متغيب، هو كده في امر قضائي هو رهنه. اكيد في احنا أمر طبعا بنضم صوتنا لصوتكم، وبنناشد الجهات المسؤوله ان هي توضح لنا بس هو محتجز ليه وعلى ذمه قضيه ايه، على اساس ان احنا نبتدي لو في اي دور يتعمل نحاول نساعد بيه. شكرا استاذ عادل، وتشرفنا بمداخلتك. خليني بس شيء مهم جدا، انا بتوجه للسيد السفير خالد رزق رئيس القطاع القنصلي بضروره التدخل لانهاء قضيه 500 عامل مصري بمنطقه الاحساء. سيد السفير اكثر من سنه تاخر رواتب، لديهم احكام قضائيه تلزم الطرف الاساسي وهو شركه مقاولات بمدينه الاحساء باسترداد الرواتب ودفع كل المستحقات الماليه. سياده السفير تعلم تماما، وانت رجل يعني لك خبره كبيره، ورجل يعني كاب لكل المصريين بالخارج. 500 مصري عامل يعني 500 اسره. نرجو من سيادتك سرعه التدخل لانهاء هذه القضيه، لانهم بالفعل لديهم احكام قضائيه بمدينه الاحساء بالسعوديه. طبعا دي طبعا عندنا 300 حد تاني برضه شركه، وبرضه نفس الموضوع، واخدين احكام تنفيذ وامر تنفيذ، وبرضه في المنطقه بتاعه الطائف والدمام. سياده المستشار، ليه ما يكونش هناك يعني دور مقنن من السفاره المصريه بصرف مثلا لو جزء بسيط جدا ان كان ماكل او مشرب للمصري المتضرر زي كده؟ يعني واحد معاه احكام قضائيه تصرفها على ايه يعني؟ تحت بند ايه؟ طب ما هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. دي لنا فتره عمل صندوق يختص بشؤون العاملين بالخارج. هي تمويله منين؟ تمويله من الناس نفسها. ومين اللي هيسيطر عليه؟ يكون تحت رقابه من الهجره والخارجيه المصريه. ما هو كان قبل كده في صندوق. طب وليه تم وقفه؟ مسيطر عليه اهو. شفت بقى، عشان انت قلت ال 500 ما قلتش ال 300. اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل. استاذ احمد عبد المنعم، اهلا وسهلا بيه. الله يخليك، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور استاذ احمد. الله يخليك. انا لسه بقول له والله استاذ احمد، بقول له انت اتكلمت على ال 500 ما اتكلمش على ال 300، هتعمل لنا مشاكل مع احمد عبد المنعم. لا والله، ده الوضع والله يعني حصل فيه جديد، ان احنا هنا خلاص، انا عندي هنا في السكن اتقطع عليا الميه بقالي اسبوعين بسبب ما، وعلى ايجار سنتين في السكن اللي انا فيه، وهم عمالين يبيعوا في معدات الشركه وبيبيعوا في حاجات الشركه، ما اعرفش بيبيعوها ازاي وبطرق مركويه، مع ان انا الانتربول السعودي كلمني رائد وقال لي المعامله في النيابه العامه وماشيه دلوقتي في اجراء ان هي هتاخد تصديق
من سيادة النائب العام السعودي معالي الشيخ ان هم هيبعتوا يجيبوه من مصر. فدلوقتي المعامله واقفه في النيابه العامه على كده، ولحد دلوقتي في مصر لسه ما عملولوش، يعني ممكن يهرب يروح قطر يروح الاردن يروح اي حته. طب احمد، هل احمد انا اللي اعرفه بيتمتعوا بالجنسيه السعوديه عادي، ما عندهمش اي مشكله ولا عليهم اي ادانه، عمالين يبيعوا وبيصرفوا وهو بيستثمر في مصر عندنا، وانا هنا مع عيالي ومش عارف لا انزلهم عشان عليهم رسوم واقامتي منتهيه دلوقتي ثالث سنه، ولا عارف اشتغل في حته ولا عارف اجيب مصاريف للبيت، ويعني والدنيا مقفوله ما عادش في حد، ما عنديش طياره، ده انا بروح املى ميه على كتفي. ميه للشرب طبعا، يعني بنعيد نداء الاستغاثه مره اخرى لسياده السفير خالد رزق بترد سرعه التدخل. يا فندم، الاسر في اسر كتير جدا محتجزه زي احمد او فرج او غيره، لان انت تعلم تماما ان الراتب هو اقل حق الموظف، ولما بينقطع عنه الراتب يعتبر شريان حياته خارج مصر توقف تماما. فنسال سيادتك بسرعه التدخل ولجات حلول بديله. يعني شكرا استاذ احمد، احنا 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 مش بنناشد بس، احنا يعني بنبوس ايديك، واللي يقدر يعمل حاجه للناس دي يعملها، عشان الناس دي مش لاقيه تاكل. الناس دي لا عندها نور ولا ميه ولا اكل ولا شرب ولا علاج ولا اي حاجه. يعني لو في اجراء يتعمل هنا قولوا لنا ايه واحنا نعمله بالظبط. بس يعني احنا بننقذ 800 اسره، 800 اسره في اربعه برقم كبير جدا، يعني يترد على الناس. انا بس عايزه يعني اقول لحضرتك حاجه، وليه ما يكونش في تدخل عن طريق النائب العام السعودي والتعاون الدولي؟ طب ما مقدم ورق بس حضرتك عارفه الاجراءات هتاخد ايه؟ الاجراءات القانونيه في العاده البطء، البطء في العدل ظلم، مش البطء في العدل. انا برضه مفيش حاجه اسمها ظلم، هو تواصل، مفيش حاجه اسمها عداله ناجزه. لا انا العداله ليها اجراءاتها لازم امشي عليها. احنا طبعا هنخرج فاصل ونرجع في اجراءات معينه فعلا لازم تتبع، يعني هناك في السعوديه وهنا في مصر. هنخرج فاصل ونرجع نكمل تاني ان شاء الله مع شكل في الشكل واستاذه اسماء الصياد. اتفضلوا.